والحمد لله. المشكل اللي ما صرا لنا حنايا باش نتواصلوا مع الصحاب. هذه النهار جات على كورونا، نهار خدمه هذه تاع نهار كورونا، نهار اللي عاودنا خدمنا السوق. هذه نهار 73 سنه في عمري كي خرجونا منا وين نروح، وعندي دركا مده طويله وانا نخدم هنا، عندي حوالي 4 سنين وراني خدام على عائله كبيره. حنايا اليوم راهو عندنا مشكل تاع السوق في واد الطرفه. المشكل هو انه هذوما الخضارين هذوما كانوا يبيعوا في الطريق لتحتها. جبنا رخصه مؤقته من عند رئيس البلديه، والرخصه المؤقته هذيك دخلناهم بها لهنايا القطعه هذه في 2000 من 2019 والناس كانت تخدم لهنايا. 2020 عطاونا رخصه مؤقته باش نقيناه كامل، نظمنا هذايا السوق اللي هنا نظمناه. اليوم راهو خرج لهم طرد. حنا الخضارين تاع المارشي تاع واد الطرفة جانا قرار باخلاء من الطرد. حنا عندنا 5 سنين 6 سنين وحنا في القطعه هذه بعد ما كنا في الطريق، وهذه التيره كانوا مبرومينا باش تولي مارشي ان شاء الله، وحنا كنا متاملين باش راح تولي لنا سوق جواري. المقاطعه هذه تاع ضراريه حنا ما عندناش سوق. وش راح نقول لكم، حنا ماذا بينا تشوفوا فينا خاطر هذو اللي راهم خدامين هنا كاع راهم موالين دراري. لو كان انسان خدم على دارنا لهنايا، بعدا كي نروحوا منا وين راح نروحوا زعما، كي نحيو من المارشي وين نروحوا. حنا ماذا بينا يسووا لنا الوضعيه، ماذا بينا نخدموا، ما دوموندينا منهم والو. واش دوموندينا منهم؟ دوموندينا حق باش نعاملوا برك. المارشي هذا كان يريقلوه لنا، حنا ما نحوسوا حتى مشاكل ولا، ماذا بينا نخدموا ونسترزقوا على اولادنا. كانت الوالي يا ربي يذكرها بالخير، وكان شاف أسدي جمعنا كيف كيف، قال نصيبوا الحل للمشكل هذا تاع الناس الباعة على الرصيف. وقت نحطوهم هنا إلى غاية تسوية المشكل هذا بصفة نهائية. أنا القانون يمنعني باش ندخل روحي في الفونسي، راني نستنى في لا كوميسيون دو ولاية تعطي لي ان بي في دو شوا تيران ونتكل على ربي وندير لهم ان مارشي. اللي عنده حاجه قال المير عطالي ورقه يتفضل. لا سول اوتوريزاسيون كو جي رومي سيتي بور بريزيرفي لوردر بيبليك.